السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه مطبخ ساره يوسف. بالنسبه اللي كيشوف القناه ديالي لاول مره تنقول لي مرحبا بك في القناه ديالي، ما تنساش دير الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. عيد مبارك سعيد، نتمنىكم تكونوا دوزتوا العيد في احسن الاحوال. واليوم نيت معنا شهيوه من شهيوات العيد اللي هي تاهي من يد الزوج ديالي، اللي هي السوسيس ولا النقانق ولا المرقاز، كل واحد شنو تيسميه. غنديروا ان شاء الله بالسوسيط. كيفاش السوسيط؟ السوسيط راه في الحقيقه تنقولوا ليه السوسيط ما تنقولوش ليه السوسيط. سميتو السوسيس النقانق المرقاز والسوسيط. سوسيسو عرفتي واحد النص في سوسيسو. سير سير كمل. غنحتاجو الكفته، هنا درت الغنميه، درنا نص كيلو. هو بغيت تقول لكم كنحتاجو الشحمه، بقاس الحبلي فيه غير الشحمه بيان سور، هو كتبان غير الشحمه. المهم سمحوا لينا على هاد التدخلات غير مرغوب فيها. قلنا عندنا الكفته، عندنا الكبده. هاد الكبده تقدروا تحيدوها ولكن هي تترطب لينا الصوصات في الحقيقه. الصوصات كترطب رائع، زعما حتى المذاق تيجي مختلف شويه. المهم حنايا هاد الصوصات بغينا نعطروه يعني يجينا بنين. حكيت بصله هنايا، بصله حمراء. هنا تقدروا تحيدوا البصله، ديروا البصله بودره ولا ديروا الثومه في بلاصه البصله، ولكن حتى الماء ديال البصله زوين. كنديروا الماء ديال البصله باش كيعطينا واحد اللزوجه في الخليط، كيخلي شي شويه لزيج باش كيسهل في التعمار. والعطريه عندها سكينجبير، البزار، التحميره، القزبر الكرم والكامون. القزبر الكرم من الاحسن نديروه مزيان لينا حتى الصحه، وكيعطي واحد المذاق واعر. تبقى كتعبديه هاد القزبر الكرم، تنموت يعني ريحتو تتحمق من بعد. وعندنا الزيت البلديه من طبيعه الحال المصارن، وهاد المصران انا ما عرفتوش فين كيكون، ولكن المهم راه فيه الشحمه راه تيجي رائع. انتما تشوفوا من نعمروه كيجي زوين. المهم ما عرفتوش واش كاين اللي قالت لي كانت تتشوي بحال هكا ديريكتومون، ما كتعمر ما والو، كديروه هكا ما كتقصو، كياكلو الناس مع الشوا. ولكن انا بديت كنعمرو بالكفته. كاين اللي كيدير ليه الكفته والروز مثلا، ولكن انا تعجبني ندير فيه الكفته، الكفته هذه مع الكبده وكنشويو. هذيك الشحمه ملي كتذوب مع الفخر كتدخل وسط الخليط كتعطي واحد المذاق رائع مقرمش. داكور. وعندنا الربيع، يعني غنشدو هاد الشي وغنطحنوه كامل وغنجيبو. مغنطحنوش المصارم بيان سور، كي قلتي مغنطحن هاد الشي كامل على حساب مغنطحن المصارم غنعمروهم فيه. المهم هيا نروحو الكفته اللي ديجا طحناها عندي. نكبو البصله باش يهبط لينا ديك الما باش دغيا تطحن العطريه والكبده الربيع وشويه ديال الزيت البلديه. راه هي شابعه الشحمه ولكن لابد باش يعاونها باش تطحن. اصلا بالزوين هادشي واخا كيكون مشحم في الفاخر كيتهبط داك اليدان، ماشي بحال اللي كنديروه في المقله كيبقى هذاك اليدان في المقله. لو دابا ديك الشحمه كلها كتهبط في المجمر، ماشي مشكل. اللي بغى الشحمه تنقص بزاف يخليها يطيب بزاف. يلا نطحنوه ونعاودو نطلقوه باش نشوفو كيفاش نعمرو الصوص. ها هو الخليط ديالنا كيفاش كيولي من بعد ما كنطحنوه. نتاكدوا ان الكبده تطحنات مزيان. دابا غنبداو نعمرو اللي غنحتاجو كما قلنا المصارن، وغنحتاجو الدواز اللي عندهم لاباراي ديال صوصيط راه يستعملوها، اللي ما عندهمش غنستعملو الدواز. يلا يلا يوسف، تنديرو نلصقو المصران من التحت ديال الدواز ونبداو نعمرو. هانتوما تتشوفو هاهو بدا كيعمر، كيبقى يهبط تنكملو هذا كامل. نتلاقاو من بعد ما نعمرو باقي المصار. المصران اللي قلتليكم اللي كيكون فيه هكا الشحمة هاهو ملي عمرناه تيجي شوية غلاد على الصوصات العادي. نحاولو نديرو بيه واحد المحينشة. هاهو
بون هذا ملي تيتشوى ما نعاودش لكم كي كيجي غزال غزال غزال. ها هو كيفاش كيجي، تقدروا ديروا بحال صوصة العادي يعني تفروه ولا تقسموه. من بعد ما وجدنا الصوصات ديالنا دابا غنطيبوه ولا غنشويوه. هانتوما تشوفوا ان راه النار مهيله. صافي نسدو عليه صافي نديرو بيت شوى. ها هو كيطيب، كل شوية تنقلبو الشواية باش يطيب من الجهة الأخرى. منعاودش ليكم الريحة ديال هادشي كي طالع. صحة وراحة. ها هو من بعد ما شويناه ها هو كيفاش كيجي. الله ها هو كيفاش كيجي. ها هو وها هو الثاني كيفاش جا اللي درناه بداك المصران اللي فيه الشحمه. ما نعاودش لكم غير الريحه تبارك الله، يعني ضروري 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 تجربوه. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، ما تبخلوش عليا بشي تعليق محفز وتشتركوا في القناه ديالي. وشكرا لكم وعيد مبارك سعيد المره الثانيه. شكرا.